وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لم يقل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى من أميره شيئا يكرهه أن يخرج عليه، أن يفرق جماعة المسلمين، أن يشتت الناس، أن يبعث في الناس الخوف، أن يبعث في الناس القلق، أن يخرج في اعتصامات أو مسيرات أو مظاهرات. لا والله، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: فليصبر عليه. والصبر واجب بإجماع أهل العلم والإيمان، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، لم يقل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قيد فرسخ أو قيد ذراع، بل قال قيد شبر فقط. وهذا كذلك فيه دليل على ما يصنعه بعض الناس في زماننا عندما يجد تغريدة تخالف الأمن، أو تغريدة تخالف استقرار البلد، أو تغريدة تدعو إلى الخروج، ثم يكون قد سجل في حساب في تويتر بحساب مستعار، ثم يكون قد أعاد هذه التغريدة أو أعطى هذه التغريدة إعجاب، وفيها ما فيها من الخروج على ولاة الأمور، ومن الخروج على الحكام، ومن بعث الخوف والقلق والانزعاج في بلاد المسلمين. نبينا صلوات ربي وسلامه قد قال: من فارق الجماعة قيد شبر. ومثل ذلك ما يكون من إعادة التغريدات التي في مضمونها الخروج على ولاة الأمر، أو أنه يكون في الفيسبوك ويكتب باسم مستعار، ثم يدعو إلى الخروج، أو يدعو إلى المظاهرات، أو يدعو إلى الاعتصامات، أو يدعو إلى تفريق جماعة المسلمين، إلى القلق، إلى الانزعاج، إلى الاضطراب، إلى الخوف. كذلك ما يكون من ذكر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ولو قلت هذه الحروف. الدليل أن ذلك من مفارقة جماعة المسلمين ما جاء في هذا الحديث، قال: قيد شبر، قيد شبر، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالوعيد شديد، فالذي يجلس في بيته متخفيا وراء أسماء مستعارة أو وراء حسابات وهمية، ثم يدعو إلى الحراك في الخروج على ولاة الأمور، أو يدعو إلى تمزيق البلد بالاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، أو يدعو إلى الطعن في أهل العلم والإيمان بأنهم جواسيس، أو أنهم من أتباع السلاطين، طعن وطعونات، كل ذلك خروجاً عن السنة النبوية. فإن ذلك داخل في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. تعيد تغريدة، تجعل إعجاباً لهذه التغريدة الخارجية، تخرج ببدنك على الإمام قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعيد شديد، وعيد شديد. ومن مات على هذه الحالة
فإن ميتته ميتة جاهلية كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فتكون خاتمته خاتمة سيئة، كما أننا نمنع ونحذر ممن يشرب المخدرات أو يشرب المسكرات أو أنه يقوم عياذا بالله بفاحشة الزنا، ونحذره من أن ذلك مظنة الخاتمة السيئة، قد تموت وأنت قد شربت مسكرا، قد شربت مخدرا، قد كنت مع غانية في فاحشة الزنا، كل هذه الأمور مظنة سوء الخاتمة. كذلك هنا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما جاء كذلك في أحاديث أخرى، فإن ميتته ميت جاهلية. فمن كان يعتقد اعتقاد الخوارج أو كان يعتقد اعتقاد داعش أو كان يعتقد اعتقاد جبهة النصرة أو كان يعتقد اعتقاد جماعة الإخوان المسلمين أو كان يعتقد اعتقاد القطبية أو كان يعتقد اعتقاد السرورية وسار على ذلك وبثه واعتنقه واعتقده ونشره، فإنه على هذا الحال هو يعتقد اعتقاد الخوارج في الخروج على ولاة الأمور، في الخروج على ولاة الأمور، فهو معرض لهذا الوعيد عياذا بالله. كما أننا نحذر الشهوات فكذلك نحذر الشبهات، فمن بقي على شهوة قد يموت عليها ثم يبعث على ما قد مات عليه، كذلك من اعتقد شبهة فقد يموت عليها ولا يتم منها ثم يبعث عياذا بالله خارجيا، ثم يبعث عياذا بالله ناصبيا، ثم يبعث عياذا بالله رافضيا، ثم يبعث عياذا بالله صوفيا، ثم يبعث عياذا بالله أشعريا، ثم يبعث عياذا بالله سروريا قطبيا إخوانيا تبليغيا عياذا بالله.